بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم بستقل على اي بي تيبلز، بنشوف شلون نقدر نعدل ونحذف القواعد المضافه عندنا. اوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نقول اي بي تيبلز. طبعا كالعاده علشان نظبط الموضوع، ادخل على الروت او استخدم سودو. انا بدخل على الروت مباشره. اوكي طيب، نقول بسم الله. اول شيء اذا عندك قواعد عندنا عرفنا بالدرس اللي راح، انك تقدر تستعرضهم بالطريقه هذه، او ممكن تستعرضهم مباشره عن طريق لاين نمبرز بدون ما تتربس. تمام طيب، لنفترض انك حاب تعدل واحد من الاشياء الموجوده هنا. اوكي يعني احنا بالدرس اللي راح حطينا هذا، ولكن بالاصح كنا حاطين دروب، لكني اكتشفت اني استخدم نفس السيتش وتعطلت. طيب فرجعت اكسبت عموما، لكن خلونا نشوف لا اله الا الله كيف نقدر نرجع للدروب. مثلا اذا عندنا مثلا سياسه معينه او قاعده معينه من القواعد هذه وحابين نعدل عليها، لاحظ انه عندك القاعده الخامسه فيها اكسبت. اوكي راح استخدم الحين دروب. اوكي اسوي لي دروب او ريجكت. اوكي ما يهم، اهم شيء انك تعرف وشلون تتعدل القاعده دي، بعدين نشوف ايش معنى دروب وريجكت. اوكي طيب، كيف نعدل القاعده رقم 5 مثلا؟ بكل بساطه راح نستخدم ار بس. اوكي فاحنا استخدمنا بالدروس الماضيه، استخدمنا اي عشان نسوي انسيرت، واي عشان نسوي ابند. اوكي راح نستخدم اليوم ار عشان نسوي ريبليس. اوكي طيب، نكتب اي بي تيبلز ثم نحط ار ثم بعدين تحدد التشين اللي تبيه. طبعا لاحظ ان التشين اللي هو انبوت هذا، فحنا نستخدم التشين هذا. انا هدخل على التشين هذا ثم نروح لرقم 5. اوكي فانا اكتب انبوت 5 انبوت 5. اوكي ثم نجي الحين نقول بسم الله الرحيم، نكتب الشيء اللي حابين نسويه، او نكتب القاعده الجديد اللي هي راح تستبدل به الشغله دي. راح نكتب بي تي سي بي، ثم نكتب ديستنيشن بورت 22 طبعا حق السكيور شيل، ثم نقول له دروب. الان شو راح يسوي؟ راح يستبدل، ما راح يضيف شيء جديد. لو جينا سوينا مره ثانيه هذه صغرنا نقول كذا، راح تلاحظ انه رجع على دروب بدل ما هو كان اكسبت. هذه طريقه التعديل. اوكي طيب، طريقه الحذف، طيب طريقه الحذف في طريقتين، اما انك تحذف شيء معين او تسوي فلاش التشين كله تشيله كامل. طيب شلون؟ سهله جدا. نقول بسم الله اي بي تيبلز، طبعا قبل هذا كله لازم تسوي لاين نمبرز عشان تحدد النقطة اللي حاب تحذفها. فلنفترض ان حابين احذف 3 و4 اللي هم الاثنين هذولا، 3 و4. اوكي فاللي عليك تسوي انك تكتب اي بي تيبلز. اوكي ثم تكتب دي انبوت، تكتب 3 او 4 بس. الحين لاحظ انه طار 3، راح نحذف 4 اللي هو السكيور شيل بحيث انه يكون مفتوح الشيل، ما في مشاكل عندنا مع الشيل. راح لاحظ انه امسح. كيف اسوي فلاش؟ اوكي فلاش عباره عن امر راح يمسح لك كل موجود داخل التشين. اوكي فهنقول بسم الله نكتب اي بي تيبلز، عفوا اي بي تيبلز اف. هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي فلاش، لكن ما يعني انه راح يرجع الاي بي تيبلز افتراضي. راح اعلمك شلون. عشان اعدل صيغه معينه مثلا، تكلمنا بدا صراحه عن السالفه هذه، راح استخدم مثلا انبوت دروب. اوكي تلاحظ انه الانبوت دروب من راح الانبوت ابو الشباب يصبر شوي لي 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 لي. يلا اشغلنا ذا. طيب خلنا نخلي اكسبت اكسبت ماشي. لو غيرنا الفورورد حطيناه دروب فورورد، ثم جينا حطينا لاين نمبرز. اوكي كاتب اكسب، ترى معليش الصبح اشتغل عشان ارفع لكم يوم الليل. طيب هذا دروب. اوكي فسوينا دروب. الحين لو سويت فلاش ما راح يرجع اكسبت كافتراضي، راح يمسح اي شيء موجود مضاف فقط فلاش كابيتال. اوكي راح نجي الحين نجرب نكتب اي بي تيبلز ال. هذه الطريقه راح ترجع لك كل شيء. لو انك سويت لا سمح الله دخلت قواعد كثيره وحاب انك تخلص منهم مره واحده، تقدر تسوي الشغله ذي. اليوم تعرفنا كيف ان نستبدل، وكيف نسوي حذف، وكيف نسوي فلاش. بالدرس الجاي ان شاء الله تعالى راح نتعلم بعض التفاصيل الدقيقه الصغيره يعني بالبدايه عشان نعرف كيف نخصص بعض الاشياء. يلا مع السلامه.